الجماعة من خلال يعني منذ يعني انتداب المجلس الجديد في بعد انتخابات ديال 2021 في شهر 9، ونحن يعني ندرس هذيك الميزانية، مشروع الميزانية اللي كان عندنا ديال 2022. يعني الحق فوجئنا بواحد العسر مالي كبير جدا، يبدو أنه يعني يشل يعني الحركية اللي ممكن أنها تكون في أي مجلس باش يمكن يدبر يعني خاصة خدمات القرب اللي من المفروض تكون أهم اختصاصات ديال أي مجلس ترابي. بالنظر إلى يعني تفاصيل ديال الميزانية اللي كانت يعني المداخيل الذاتية اللي هي كتعتبر قوة ديال الجماعة الترابية، يعني تقريبا لا تتجاوز الخمس. ايضا النفقات الاجباريه من يعني اجور الموظفين ومن الامور الثانيه الديون المستحقه والاحكام القضائيه اللي تم تبليغها، ومجموعه من النفقات الاجباريه اللي اصلا منصوص عليها في القانون تستحوذ على تقريبا ما يناهز اكثر من 90% من مجموع النفقات. وبالتالي يعني هذه الوضعيه اللي وضعنا امامها راينا انه يعني الا ما كان واحد الاشراك ديال كل الفاعلين المتدخلين من سلطات، من مصالح خارجيه، من مجتمع مدني، من ساكنه، من جمعيات يعني مهنيه وغيرها ومقاولين وغيرهم، اللي ممكن اننا جميعا يعني مع طبعا مع المجلس ومع كافه الشركاء اننا نفكر جماعه في اطار الذكاء الاجتماعي، اننا نفكر كاملا وبصوت عالي كيف يمكننا ان ننمي هذه الموارد باش يمكننا فعلا نكون عند مستوى تطلعات الساكنه. لذلك يعني لجنه الميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه بالجماعه ارتأت تنظيم هذا اليوم الدراسي، وتم استدعاء كما لاحظتم وتابعتم عدد من المتدخلين من خازن إقليمي، من رئيس قسم الجماعة الترابية، من أيضا القابض الإدارة الجمركية، من مدير تقسيمية الضرائب، رئيس مصلحة المالية والصفقات العمومية بالجماعة، ومجموعة من المتدخلين اللي كاملين قدموا عروض من الإطار القانوني حتى الآفاق ديال تنمية الموارد المالية. وطبعا الان مفتوح الباب للنقاش مع الحضور الكريم باش يمكننا ان نزيد نخرج بخلاصات وتوصيات اللي من خلالها سنعمل طبعا في اطار حلفاء في المجلس والاغلبيه على اننا طبعا كل مكونات المجلس على اننا نحاول ما امكن هذيك التوصيات ننزلوا على ارض الواقع. طبعا هذا كامل باش ممكن اننا نضمن لهذه الساكنه اللي وضعت فينا ثقتها على الاقل واحد الحد ادنى من الخدمات القرب اللي هي في حاجه لها وبالمستوى الذي تتطلع له. إذن العرض ديالي كان يتمحور حول الإطار القانوني الذي يؤطر موارد الجماعات الترابية بشكل عام والجماعات بشكل خاص. إذن كنت طرقت على واحد المجموعة ديال النصوص القانونية، هما تقريبا واحد 4 نصوص ولا 5 اللي كيأطروا كاع المداخل ديال الموارد ديال الجماعات. اللي كيحدد خلاص كيحدد أخصر هو القانون التنظيمي ديال الجماعات 113-14، هذا هو كيأطر هذا الموارد والإطار الذي يمكن للجماعات من خلاله تستخرج الموارد ديالها والمداخل ديالها. إذا طرقت لهذه النصوص، طرقت أيضا تفصيل بعض الرسوم وجل الرسوم اللي كاينه في هذا النص. أيضا طرقت واحد المشروع اللي خدامه عليه طريق وزارة الداخلية على اساس انه فتح في بموجب فتح المشاورات مع المنتخبين ومع الادارات المحليه، ومن شان هذا النص ان شاء الله حتى هو الى تم المصادقه عليه وتفعيله ان يسمح بتحسين موارد الجماعات الترابيه بشكل عام، وحقيقه يخليها توفر على اعتمادات واموال لتخليها الدعم ديال الاختصاصات ديالها بشكل مريح. تأتي مداخلتي اليوم ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته الجماعة الترابية لقلميم حول موضوع الموارد المالية للجماعة. طبعا هذا موضوع يحتاج إلى دراسات متأنية وتفصيلية بقصد بيان طبيعة هذه الموارد وأفاقها. من حيث مداخلتي حاولت أن أعطي أرضية لامست من خلالها مصادر الموارد المالية للجماعة على غرار جميع الجماعات الترابية، اللي هي موارد ذاتية وموارد موضوعية ثم موارد قادمة من الدولة وأخرى موارد عن طريق الاقتراض. بالطبع فلسفتنا الجديدة في إطار مقاربة جديدة لجماعة الترابية لقلمي وفق البرنامج الاستعجال الذي وضعته جماعة قلميم يقتضي منا بحث عن موارد جديدة. بالطبع قدمنا عدة مقترحات وملتمسات وتوصيات بغية تنمية هذه الموارد. من بين هذه التوصيات أو الملتمسات، أولا إعادة النظر
في دفتر التحملات المتعلقة بالممتلكات العقارية والممتلكات الكرائية لجماعة قلمين. المسألة الثانية وهو المنظور التشاركي للجماعة الترابية مع المصالح الخارجية ومع القطاع الخاص بغية البحث عن استثمارات جديدة ترفع من مداخل ومن موارد الجماعة. المسألة الثالثة وهو أن سياسة الاقتراض التي تلجأ إليها الجماعة الترابية يجب أن تكون مقننة ومبنية على دراسة بغية عدم تراكم الاقتراضات داخل الجماعة. مسألة أخيرة وهو النظرة أو الاستفادة من التقارير التي قدمتها المجالس الجهوية للحسابات حول الاختلالات التي تشوب التدبير المالي والإداري للجماعات. يجب الاستفادة من هذه التقارير بغية تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا فيما يخص التدبير الإداري والمالي للجماعة الترابية. شكرا.